وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما حرم زيارة قبر، كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبر الرسول يزار كما تزار القبور. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. من ضمن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه كما تزار القبور ويسلم عليها. فهو لم ينكر الزيارة الشرعية، وإنما ينكر الزيارة البدعية أو الشركية لقبر الرسول ولغيره، الذي يزور القبور من أجل يدعو الأموات ويستغيث بأصحاب القبور ويتبرك بها ويلهم من ترابها تبركاً بها، هذا هو اللي يمنعها العلماء، الشيخ وغيره. أما الزيارة الشرعية التي يقصد منها السلام على الميت والدعاء له والاعتبار بالقبور، هذه زيارة شرعية لا ينكرها أحد من العلماء. فالشيخ ينكر الزيارة الشركية البدعية للقبور ولا ينكر الزيارة الشرعية، لكن هم يلبسون على الناس بهذا الكلام. نعم.